إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله حول إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء مباراة توظيف 10 أمناء قضائيين من الدرجة الرابعة، تخصص ميكانيك السيارات أو إصلاح المركبات. فللإشارة، آخر أجل وضع الترشيحات هو 18 نوفمبر 2021، بينما تاريخ إجراء المباراة فهو يوم 12 دجنبر، كيف غادي نشاهدوا في هذا الفيديو إن شاء الله. إذن تجرى يوم الأحد 12 دجنبر 2021 بالرباط وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المترشحين ذلك، مباراة لتوظيف 10 أمناء قضائيين من الدرجة الرابعة سلم 8 وفق الجدول التالي. غادي نشاهدوا الإطار والدرجة والتخصص وعدد المناصب المتبارة بشأنها، بالإضافة إلى الشواهد والدبلومات المطلوبة، وبالإضافة إلى تاريخ إجراء المباراة ومقر التعيين. إذن الإطار والدرجة: أمين قضائي من الدرجة الرابعة سلم 8، تخصص المطلوب ميكانيك سيارات أو إصلاح المركبات، عدد المناصب المتبارة بشأنها 10 مناصب، الشهادات والدبلومات المطلوبة: شهادة تقني مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل. تاريخ إجراء المباراة فهو يوم 12 دجنبر 2021 بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط. فللإشارة، تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المالية المتبارة بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة للمباراة، تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، الحاصلين على الشهادة أو الدبلوم المطلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه. يحمل ملف الترشيح وجوبا على البرمجة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللي هو www.cspg.ma. هذه البوابة غنخليها لكم في صندوق الوصف، اللي عبرها غادي تقوموا بتحميل ملف الترشيح. وخلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2021 إلى غاية 15 نوفمبر 2021 على الساعة 4:30 بعد الزوال، ويعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي نهائيا وغير قابل للتعديل. يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مشهود بمطابقتها للأصل، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة السياقة من الصنف سي أو دي، شهادة مسلمة من الجهة المختصة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن يهمهم الأمر، شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للناس اللي هما في وضعية إعاقة. بالنسبة للموظفين، يتضمن ملف الترشيح وجوبا ترخيص نهائي وقبلي لاجتياز المباراة مسلمة من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية. يرسل ملف الترشيح مرفق بوصل طلب الترشيح مستخرج من البرمجة المعلوماتية بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية www.cspg.ma، يعني غتيليشارجيو الغوسو ديال الديبو ديال الدوسي ديالكم عبر البوابة اللي غنخليها لكم في صندوق الوصف، وموقع من طرف المترشح، يعني غادي تأمبريميها وغتسنيها وجوبا عن طريق البريد الى العنوان التالي: المجلس الاعلى للسلطة القضائية
قطب الشؤون الإدارية والتكوين، شعبة شؤون الموظفين، صندوق البريد 1787، زنقة الرياض، قطاع 16، حي الرياض الرباط، مع ضرورة كتابة الإطار والدرجة والتخصص على ظرف الإرسال. يعني غادي نكتب لكم العنوان في صندوق الوصف اللي غترسلوا فيه الملف ديالكم. وهنا كيشيروا لواحد النقطة مهمة على ظرف، يعني في لونفلوب اللي غادي تصيفطوا باركوري، العنوان اللي ذكر دابا غادي تكتبوا التخصص في على ظهر الظرف. يجب أن يصل ملف الترشيح إلى قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط قبل يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 على الساعة 4:30، وهو آخر أجل لقبولها. ترفض طلبات الترشيح غير مسجلة إلكترونيا، يعني ضروري التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، أو المسجلة دون تحميل الوثائق المطلوبة، يعني تيليشارجي دوك لي دوكيمون، أو غير المستوفية للشروط المطلوبة، أو تنقص وثيقة من وثائق المحددة أعلاه، أو المرفقة بوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل، أو الواردة خارج الأجل المحدد أعلاه. سيعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللي هو www.cspg.ma. هذه البوابة بشير غادي تضعوا فيها الترشيحات ديالكم، غادي تشوفوا حتى اللائحة ديال المترشحين الأولين المقبولين. ويمكن للمترشحين المسجلين طلباتهم إلكترونيا التظلم عند عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة أعلى في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ نشرها، وذلك بتوجيه طلب في الموضوع إلى قطب الشؤون الإدارية والتكوين عن طريق البرمجة الخاصة بالمباراة. سيعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز اختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين www.cspg.ma، وكذلك موقع الوظيفة العمومية اللي هو معروف www.emploi-6public.ma، وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم. بعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني www.cspg.ma. سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي بالإعلان في الاستدعاء المذكورين. بالنسبة للاختبار الكتابي والاختبار الشفوي، الاختبار الكتابي المعامل ديالو 3، المدة ديالو 3 ساعات. موضوع الاختبار تحليل وموضوع أو دراسة ملف يتضمن وثائق تتعلق بإحدى التخصصات المطلوبة. أما الاختبار الشفوي فهو كذلك المعامل ديالو 3، مدته ما بين 15 و30 دقيقة. تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة أو تخضعه لاختبار تطبيقي في التخصص المطلوب بهدف تقييم مدى قدرتي على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارة بشأنها. يتأهل لاجتياز اختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل على 12/20 في الاختبار الكتابي. يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي. تحصر لجنة المباراة لائحة الناجحين في حدود عدد المناصب المتبارة بشأنها ولائحة الانتظار مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين على معدل لا يقل على 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية تساوي أو تقل عن 10/20. ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية www.cspg.ma، وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-6public.ma. يبقى تنظيم المباراة المشار إليها أعلاه خاضعا لأي تغيير أو إلغاء بناء على القرارات التي تتخذها
السلطات العمومية المختصة في شأن تطور الحالة الوبائية في بلادنا. إذن إخواني أخواتي، كان هذا كل ما يتعلق بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباراة توظيف 10 أمناء قضائيين تخصص ميكانيك السيارات. الترشيح آخر أجل ديالو هو 18 نوفمبر، أما المباراة فهي ستجرى يوم 12 جانفي 2021. كنتمنى حظ موفق لجميع المترشحين، وكنوعدكم دائما بالجديد في كل ما هو متعلق بالتوظيف. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أومار بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الموضوع مع جميع الأصدقاء. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.